دكتور رامي، ما هي فلسفة اتساع نطاق الحرب من الحرب البرية إلى الحرب البحرية كما قال ضيفي من كييف حسب ما تفهمها موسكو؟ شيء تدرك أن هذه الحرب هجينة، وربما هذه سابقة تاريخية أن تكون حرب بين بلدين في القرن 21 وعلى مر التاريخ تجري على المستويات السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية وطبعا العسكري في الميدان البري وكذلك الآن البحري. ولكن اللافت في المرحلة الراهنة من الحرب البحرية أنها لا تستهدف المنشآت العسكرية بقدر ما هي تستهدف العناصر الحيوية للبنية التحتية للطرف الآخر. فكلا الجانبين يدركان أنهما غير قادرين على إلحاق هزيمة كاملة بأساليب عسكرية بحتة بالطرف الآخر، ولذلك يسعى كل طرف لنسف اقتصاد ولوجستيات الطرف الآخر. في الحالة الروسية طبعا موسكو التي انسحبت من صفقة الحبوب تدرك أن خسائر أوكرانيا ستبلغ مليارات الدولارات على إثر تعطل إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى أسواق الشرق الأوسط، بينما تدرك أوكرانيا أنها غير قادرة على استرداد شبه جزيرة القرم التي خسرتها في عام 2014 بالقوة، ولكنها قادرة على تحويلها من شبه جزيرة إلى جزيرة عن طريق استهداف الممرات اللوجستية. وطبعا في مقدمتها شبه جسر القرم الذي قد استهدف مرتين، واليوم هذا الجسر الذي صحيح يعد من الجسور الحيوية ولكنه ليس استراتيجيا مثل جسر القرم. أو في المجمل هذه هي رهانات الطرفين على ما يبدو.